بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا في كل مكان اهلا وسهلا بكم، واستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لو قدامكم ده دلوقتي بيقول على نفسه شاروخان العرب، شبه ليناردو دي كابريو، شبه نجوم السينما العالميين. هيظهر دلوقتي بقى شاروخان بشعره، بنضارته، بابتسامته، بتفاصيله. يا سلام يا سلام يا سلام. هل فعلا ده مشهد يرضي ربنا؟ هنشوف وهنعرف حلمه وطموحه، هنشوف وهنعرف حلمه وطموحه. ياخد تأشيرة كده ويروح الوود ويبقى ممثل جامد زي ما انتوا شايفين، بيضرب يمين وشمال وبيضرب فوق وتحت وفي كل الاتجاهات. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا ساتر يا رب. نفس النضارة ونفس اليد. الله 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 الله. زي ما حضراتكم شايفين يعني يعني يتحرك كده. تعب تعب. تعالى بقى. طب طب ايه؟ طب اهدى 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 وحياة النبي. اهدى بس. ايه الحلاوه دي كمان؟ يعني نسمع منها. ايوه ايه الحلاوه دي؟ استنى كده. ايوه لما نحط المايك. ايوه ايه الحلاوه دي؟ حد احلى منك يا فندم. النضاره النضاره احلى منك يا فندم. الحلاوه دي النضاره. طيب انا هكسبها. شاروخان المايك. امسك المايك. يعني شاروخان فهمني انت شاروخان؟ انا يا فندم شاهين شاروخان. شاروخان والله انت. هو هو مصر كلها بتشوفني. مصر كلها بتشوفني. هو هعمل ايه طيب؟ ايوه حتى الناس بتشوفني في الشارع كل هو ده سلموا عليا. مش عارف اروح هنا. مش عارف اجي هنا. اعمل ايه طيب يا فندم؟ النضاره. طيب ايه سبب النضاره ومن غير النضاره؟ لا يا باشا بالاثنين. بالاثنين يا فندم. ايوه طب قول لي النضاره الستايل اللي انت واخده ده ستايل ايه ده؟ بس ايه ده؟ هتسافر هلوم. اعمل ايه طيب؟ وهتقبض دولارات. ليه طموح في الحياه يا فندم؟ ايه ده والله لسه سا... انت نجم كبير على اول. لسه صور بره. نفسي اطلع بره. ها لسه صور بره. نفسي اطلع بره. طب انت لسه كام يوم هتروح فين بالظبط يعني؟ امنيه حياتي اروح امريكا. اروح ايطاليا. اروح امريكا. تصور هناك افلام. اصور هناك افلام. ايوه. ويبقى انت اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ اسمك الحقيقي روشانا. بس ايه شاروخان فتح. يبقى شاروخان. شاروخان مصر. شاروخان العرب يعني. ده شاروخان العرب المتعارف بيه. البنات هنا بتشوفني بتموت عليا. كل اللي تشوفني تقول انا عايز رقم تليفون. اعمل ايه طيب يا فندم؟ قول اروح فين بس. انا نفسي اغير طموحي اطلع بره مصر. نفسي امثل مع الروك. نفسي امثل مع جون سينا. نفسي امثل مع الناس الحلوه. جون سينا الملاكم. ايوه يا فندم. ده مصارع. طيب ماشي يا فندم. انا مصارع برضه. الناس لما بتشوفك في الشارع بتقول الناس هنا بتشوفني في الشارع يا فندم تقول هو ده شبيه شاروخان. تقول له عايز الصور معايا. هو هو. طب استنى يعني انا ما اعرفش اكل ما اعرفش اشرب ما اعرفش اخش عند حلاق. ثواني ثواني نشوف. ابتسم. الابتسامه هي هي. وريني المناخير. هي هي. العيون والشعر. يا سلام. ايه حكايه البنات بقى اللي بتيجي عليك يا ولد؟ هو والعيون. لا 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 والله هي هي. شاروخان يا والله يا ولاد. جينا كده وجينا والله. شاروخان شاروخان يا ولاد والله. بس انت يعني انت صناعه مصريه. امسك المايك. امسك المايك. ايوه يا فندم. مصر كلها بتقول انت شبه شاروخان. مصر كلها بتقول الناس انت شبه شاروخان. مصر كلها. الشبه ده من ناحيه ايه طيب؟ الشبه ده من ناحيه يا فندم. انا سبحان الله حبا ليه ده. انا بحس اللي هو حاجه في حياتي. نفسي ابقى شبهه. ونفسي ابقى هو قدوه حياته كلها. نفسي اوصل. بحب افلامه وبتشوفه. بحب افلامه وبشوفه وبص فاضل شويه واكل اكل واشرب شربه. نفسي ابقى زيه. نفسي ابقى احسن منه كمان. ايوه بعرف امثل زيه. طب شعرك ده حقيقي ولا شعر ده حقيقي؟ والله يا فندم. والله اهو يا فندم. اهو يا فندم. اهو يا فندم. اهو يا فندم. والله والله اهو يا فندم. اهو يا فندم. اهو والله والله ما لقيتش ولا حاجه. اهو والله. انا حاسس ان مش عينيه. والله العظيم عينيه يا جدعان اهو. اهو بس انت شبهه جده. اعمل ايه طيب؟ شبهه قوي. مش انت لوحدك اللي بتقول كده؟ مصر كلها بتقول كده. حتى الناس في الشارع بتقول لي كده. طب انت قلت لي ان في حد كان بيوصل بابا. في بنات كتير. ايه حكايه البنات اللي بتحبك؟ البنات كلها بتموت فيها يا فندم. كل اللي يشوفني في الشارع عايز رقمي. عايز انا مش عارف يا كريشنا. يا كريشنا راح. كريشنا راح امبارح. بصراحه انا قاعد يعني ايه قاعد في الجنينه عادي بقول ست جوز بنات الله والنسمة عايزين يتصوروا معايا. ليه يا فندم؟ بيقول لك انت شبه كريشنا. اعمل ايه طيب؟ قولوا لي اروح فين يا جدعان؟ انا نفسي بصراحه اسافر بره مصر. امثل مع الناس بره. اخد فرصتي بره. لسه امثل بره اكشن. انا شفتك سوق الجمعه. شفتك سوق الجمعه؟ الزن ده الزن يا فندم. كريشنا. طب قول لي انا عمري في حياتي ما نزلت سوق الجمعه. انت مين؟ عرف الناس. انا محمد. محمد مين؟ شاروخان مصر يا فندم. مصر كلها بتقول انت شاروخان مصر. عندي 24 سنه يا فندم. 24 سنه. 24 سنه. 24 سنه. والله 18. اعمل ايه طيب يا جماعه؟ هو هو والله العظيم. هو يا جدعان انتوا مش مصدقين. صدقوني يا جدعان. انا عايزكم تتفاعلوا معايا. طب البطاقه انا عايزكم تتفاعلوا. محمد محمد والله. امال ايه قصه شاروخان؟ اعمل ايه طيب يا جدعان؟ والله البطاقه اهي.
والله محمد شرخان مصر يا جدعان. طب انت انا حاسس متعصب طيب؟ شويه. ما هو انا عشان ده حماس زايد يا فندم. يا فندم ده حماس زايد بصراحه. على نص اصلا اتعرض عليك اعمال اتعرض عليا اعراض فنيه كتير في مصر بس انا مش موافق. كمان مش موافق. مش موافق. انا بصراحه نفسي اوصل للاستاذ ريان سعيد بس. ايوه نفسي اوصل بصراحه للاستاذ ريان سعيد دي بس في مصر. اي حاجه ثانيه انا نفسي اطلع بره. انا طموحي كلها بره بره مصر. عايز تمثل بره. عايز اقعد في مصر بصراحه. ليه؟ طب البلد بلدك يا باشا. بلد على دماغي من فوق بس انا مش شايف نفسي بره. ان شاء الله هتمثل وهتقعد من مصر يعني فيها اكشن يا باشا على دماغي من فوق بس فيها اكشن. ايوه انت خلاص الحلو الوحيد انا حابب اطلع بره. نفسي اطلع بصراحه مع كريشنا بجد عشان يبقى ده التوأم بتاعي. انا حاسس ان في حماس زياده. ما تيجي كده نشوف حلقه من الحلقات. يلا حركتين استنى خد. زي ما انت شايفين كده متابعينا الكرام احنا دلوقتي مع كريشنا العرب شاروخان. شاروخان نزل يا نهار اسود يا نهار اسود. هو هو بنفس تفاصيل وابتسامته حتى النضاره شارع من سوق الجمعه. بس هو دفك عاش والله العظيم عاش نفس الرقم. والله يصدقوني شرخان مصر. والله العظيم نفس الرقم. انا عايز الناس بس تساعدني. انا بدعمك. انا اللي طالب من الناس بصراحه. الناس والله العظيم اللي طالب الناس تدعمني. الناس تدعمني. الناس تحبني وربنا وحياه ربنا. عارف ان انتوا بتحبوني. عايزكم تحبونا اكتر وتدعمونا اكتر. نفسي توصلوني وحياه لا اله الا الله واوصلكم للي انتوا نفسكم فيه ولا اكتر. بقول دي الكلمه دي لاي شاب في مصر وحياه لا اله الا الله. لو انت نمت وصحيت النهارده ولقيت نفسك محمد رمضان بكره يا بني وحياه ربنا هعمل لكل شاب بيتمناه في مصر اعمل له كل حاجه حلوه في الحياه. شاروخان العرب بيحلم بايه؟ بس انا مش حابب ابقى زي محمد رمضان. محمد رمضان ده نجم في مصر. نجم تاني غيري. انا راجل شاروخان. انا عايز اطلع بره. انا عايز اطلع بره. مستني هنا. شاروخان العرب بيحلم بايه طيب؟ شاروخان العرب بيحلم بايه؟ نفسي اسافر بره. طموحي في الحياه نفسي اسافر بره. نفسي ابقى في حاجه. انا يعني كمان بخلاف الحلقه المفرطه انت كمان استنى استنى تسافر. لا بلدك اولى يا باشا على دماغك. لا بلد على دماغك وبلد غيرك. هنا وتتعلم هنا وتنجح هنا. انا درست هنا وعلمت هنا ونجحت هنا. بس ما لقيتش حاجه. ان شاء الله هتنجح حبيبي يا محترم. كل واحد ليه مستقبل بياخده في الوقت المناسب. تمام. وكلنا كلنا تمام بناخد الحاجات في وقتها حسب ربنا ما بيريد. كمان كمل سؤالي بعد اذنك. كمل سؤالي. انت هنا يعني غير حلقه مفرطه كمان عندك قوه خارقه وبتخبط في الحلقه. اه يا فندم. اه يا فندم. اه يا فندم. اه يا فندم. اه استنى كده معلش عشان دي مهمه. تاني معلش. اعمل ايه تاني يا جدعان؟ وحتى الناس والله عايزه تتصور معايا. والله الناس كلها بتتصور هنا يا جدعان معانا وكل وانت بتخبط ايدك كده. ايوه يا فندم. ايه ده يا فندم؟ والله مفيش حاجه. مفيش تعويض ولا حاجه. ما بتحسش بحاجه. وريني ايدك. ايه ده؟ ايه ده يا فندم؟ ايه ده؟ والله انا حاسسها وجمه شويه. ايوه لا مش ورمه ولا حاجه. اهي اهي اهي. طب قول لي قول لي طيب حلمك وايه طموحك ايه بعد كده؟ طموحي في الحياه بصراحه. شيل النضاره كمان معلش. نعرف نعرف والله شوية. والله هو هو يا جدعان. لا خليك معايا بقى شويه. خليك معايا بقى شويه. قول لي نفسك في ايه؟ بصراحه اطلب بقى استغيث هنا بقى. نفسي ابقى حاجه في العالم. نفسك ايه؟ نفسي ابقى حاجه. في ايه يعني؟ حاجة حلوة, حاجة حلوة في الحياة. في ناس بتنتقدك كتير. قول لهم لا كده. والله العظيم يا جماعة وحياة لا إله إلا الله. وحياة لا إله إلا الله. أنا ما وحش. أنا نفسكم بصراحة نفسي تفعلوا معايا ونفسي تبقوا إخواتي. أنتوا كلكم إخواتي وحياة ربنا. والله كلكم إخواتي ونفسي بصراحة دايماً. نفسي بجد أقف مع ناس كتير. وحياة لا إله إلا الله. أنا طالع النهاردة نفسي أبقى أساعد ناس كتير ونفسي أعمل لناس كتير حاجات كتير بتحبها. دايماً بس مش قادر. دايما الفنان الراقي بيقدر إن هو يتقبل الانتقاد يا فندم. أنت إزاي بقى بتحاول إنك بص أنا بتعامل مع الناس بالحب والله العظيم. وكل الناس بحبها وكل الناس باخدهم اخواتي وكل الناس بعتبرهم اهلي ومش حاجه هيبه. ونفسي اساعد ناس كتير. واللي خلاني اطلع النهارده وابقى فنان ونفسي ابقى حاجه حلوه ده اللي انا نفسي اعمل حاجه للناس بمرض الله. طب معاك زميلنا وزميلك برضو تتعرف عليه. انت مين؟ انا اكتشفت الموهبه دي. انا المدرب بتاع ال دربته ازاي يخبط الحيطه وما يتعورش بتاع الشبح ده. بناكله لحم خنازير وبياكل لحوم نيه لحد ما وصل للمرحله دي. قصدك لحوم نيه بس؟ اي ده الشبيه الوحيد في مصر يا فندم. مفيش اي مهرملات. مش شايف العضله؟ مفيش اي مهرملات. ايوه مفيش اي مهرملات يا فندم. حضرتك شايف العضله؟ مش الشعر ده مش خالص. انت بلدك اي مهرملات؟ بس يبدو ان انت خدت يعني سيده زينب. سيده زينب يا فندم خدت ايام كتيره. خدت ايام كتيره عشان تكون بنفس الفورمه دي وتكون الشبه ده. الشبه اللي بينك وبين شاروخان مش شبه عادي يا فندم. صل على رسول الله. الشبه ده حاجه من عند ربنا.